اول شيء يسعد اوقاتكم. اليوم رح نعمل جوله تصوير فوق سور عكا. اتوقع انه ممكن نعمل صوره، واتوقع انه رح يكون كمان صوره رهيبه ممتازه جدا. معي اليوم يزن، ايش العدسه اللي معك؟ ايش الكاميرا اللي معك؟ 4000 دي مع العدسه 18-35 ومعه 75-300 رح نعمل فيهن صور. مضبوط اني عدسات مش بمستوى عالي جدا، بس ممكن نعمل فيهن اشياء رهيبة جدا. فاستنونا لاخر الفيديو عشان تشوفوا الفيديو للاخر والصور اللي طلعت معنا. انا راح استعمل برضو كاميرتين، انا راح استعمل السبعة دي ومعاي 70-200-28، وراح استعمل كمان كاميرا 5D Mark III مع العدسة الوايد 16-35-28. فخلونا نشوف ايش راح يطلع معنا اليوم. اتوقع انه راح يطلع معنا عن جد نتائج حلوة، وتابعونا للاخر. عم ندور على محل نلاقي فيه زاوية مرتبة للتصوير، نختار الشمس كمان، جامع الجزار يكون باين معنا بالصورة، وراح نحاول نلاقي شيء مناسب ان شاء الله. كل عدسة تطلع فيها صورة، يعني كل عدسة قصة ممتازة طلعت. هي اللي طلع، اسمعني شوي، زيد سرعة شتر أكثر، زيد سرعة شتر أكثر، بيطلع أكثر أسود وبيطلع التفاصيل تبع اللي شو اسمه أشعة الشمس. واحدة رشر واحدة من البداية، فهمتك، بشتغل بس على حلو ممتاز. كبر خلينا نشوف وين عم تمسك فوكس انت، على الكنسي صح؟ حلو، رجع هسه زوم عادي. حلو ممتاز ممتاز، غامقة كثير. ايش لازم تعمل؟ تفتحها شوي، كيدك تفتحها شوي. حلو شايف؟ ممتاز. هدول ولا شيء، هدول اللي طلعوا حوالي الغيم ولا شيء، ما فيش ايش نعمل فيهم اصلا. الصورة شوينا كيف؟ شوينا الصورة. لا طبيعي، في ناس بتفكر انه تصوير غروب من الاشياء اللي هويني. لا، هي مش هويني، عشان تقدر تصور غروب او شيء لك تلاقي التكوين وتلاقي الاعدادات المضبوطة عشان تقدر تطلع صورة اللي هي ناشئة والمتكاملة ممتازة بشكل عام، يعني من ناحية التكوين، من ناحية اعدادات، والشيء شوي صعب من ناحية اضاءة. اما الاضاءة هي طبيعي، فراح يطلع كل شيء محروق. كيف؟ اضاءة طبيعية ثابتة. موتي استوديو اهون، واضح الاستوديو ما فيش عندك اشي تغير كثير. هون كل ساعه الاضاءه بتتغير، يعني اذا انتبهت كيف بلشنا وكيف عم بنتهي الموضوع الاشي يختلف. والتصوير ايش بده؟ تعرف ايش بده؟ شايف وقفتنا هاي؟ هيك انت عم تستنى اسا صوره صح؟ هيك انت بدك تستنى وتصبر وتستنى، ده بصيرش انه انت تيجي على موقع او على هي الله محل تيجي خلص انا بدي اصور اليوم صوره واروح، انك تضرب الفريم وتضلك رايح. لا، شايف المحل اللي احنا واقفين فيه، بما انه التكوين مش كل هالقد متكامل هون، بس ممكن نعمل منه كثير شغلات. ممكن نصور، قبل نص ساعه كنا صورنا شكل، اسا بنقدر نصور شكل، وكمان نص ساعه ممكن نصور شكل ثاني. اسا شايف الالوان؟ فيش الوان، يمكن عندنا شوية حمار شوية أبيض والأشعة اللي طالعة لسه شوية صغيرة، بس تختفي الشمس، تختفي كليا، تنزل ورا خط الأفق. فاهم كيف علي؟ شوف شوف الألوان اللي راح تطلع. أول شيء بيطلع عندنا الأحمر، ويمكن يعكس على الغيوم الموجودة لسه بالوضع هذا اللي موجود، وهذا جدا ممتاز. شغلة تانية
ممكن نستنى كمان شوي صغير ونستنى الساعة الزرقاء اللي هي بعد ما تنزل الشمس بكون بعد ضي الشمس عاكس على السماء، فرح نأخذ إشي أزرق أكتر من إنه أحمر، يعني بساعة واحدة أو إنه عملياً بخلال ثلاث ساعات أو ساعتين من ساعة ما تبلش الغروب لحديث مغيب الشمس كلياً نقدر نعمل ثلاث أربع صور اللي هني رهيبات جداً. سو إيش اللي راح يكمل؟ يعني خلينا نتخيل إنه إحنا كمان نتخيل إذا بس نروح لغاد أكتر للزاوية هديك رح نفهم قصد، رح تفهم قصدي. بس عملياً إحنا عكة قدامنا مزبوط كل الوقت هي معتمة، الشمس دائماً معطي ضي مصدر ضي قوي أقوى من اللي إحنا واقفين عليه. مظبوط، فكل شيء راح نصوره هسه راح يبين عتني. بس تنزل الشمس هسه بس تنزل الشمس ايش راح يصير؟ تقدر تعرف؟ ايه بسألك تقدر تعرف ايش راح يصير؟ ليه؟ مش راح يعطيني كل شيء فاتح. اول شيء بعد ما تنزل الشمس الاضاءة الاصطناعية اللي بين البيوت تبعت الشوارع راح تضوي، فراح تضوي لك بعض من الحارات وبعض من الاشياء اللي احنا قدامنا، ممكن الزواريد ممكن شغلات من الشوارع اللي قدامنا من المينا راح تضوي، فراح ناخذ من اضاءه المينا ومن من اضاءه المباني اللي راح تكون قدامنا والخلفيه الحمراء، راح يكون في تجانس او تجانس الوان شيء رهيب جدا مع البحر، جزء من البحر، جزء من البحر راح يبين معنا لانه احنا راح ناخذ من شئه المينا، يعني راح تاخذ كل المساحه كلياتها، فبتوقع انه راح نقدر نعمل صوره ممتازه. هذاك المحل اللي قلت لك عليه مش راح نقدر نعمل الشئتين مع بعض، رح نخليه ليوم تاني. اه لانه يا نعمل هذا يا نعمل هذا، واحد من التنتين بدك تعمل تنتين، دائما بدك تخلي عندك قائمه بالاشياء اللي راح تعملها عشان ترجع، ومحتمل كمان حتى الاشي اللي عم نفكر فيه يعني يوم كامل عشان صوره، طلع صوره طبيعي فريم واحد يعني طبيعي. يعني غير هيك الاشي اللي انت احنا مفكرين هسه شايف الغيمه بلشت تزعجنا انه مش راح تعطينا الهدف اللي احنا بدنا اياه، بس من ناحيه ثانيه ممكن تساعدك، هاي توقعاتي انا. ليش مش منيح فيها؟ بين غام ولا غام أول إشي، بالعكس بالعكس ولا غام أول إشي، بالعكس ممتازة ممتازة جدا. واحد سنة خلاص استنى خلاص شوي الناس بروحوا السنة مضبوط، راح السنة بس على أمل إنك تعطينا ألوان تاني كمان شوي. طيب هيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، رح نعمل آخر صورتين طبعا مش رح يكونوا معنا، وبالآخر رح نشوف النتائج اللي طلعوا معنا من النتيجة من الجولة هاي اللي عملناها. فنتأمل إنه نكون عملنا كم من صورة، مع إنه الجو كمان الطقس ما ساعدناش كيف لازم، بس نتوقع إنه نعمل إشي ممتاز. ناش نروح يلا، سمعني؟ ناش نروح، ليه بناش نروح؟ لأنه قررنا نعمل صورة مظبوط. ايش اللي استجد اسا علينا؟ فاحنا عم نضب العده، السما كانت تبرق، فانا حسب توقعاتي انه ممكن نعمل اشي مرتب من البرق، بس لازم نغير موقع تبعنا نروح لمحل ثاني، وانا حسب رايي ممكن نعمل صوره رهيبه جدا، جامع جزار مع برقه.
هات نشوف شو بيطلع معنا.